موقع أنا السلفي. إنسان قدرات، فإنسان ممكن يتحمل وقت الشدة وتوفيق الله عز وجل، وإنسان لا يتحمل. فإحنا لا نعاتب ولا نلوم من لم يتحمل، لأن دي بتبقى بتقدير الله عز وجل. لكن بنقوله بقى إن الذي ينبت وسط الشدة هذا أقوى أم الذي ينبت وقت الرخاء؟ الذي ينبت وقت الشدة. أنت بص كده، هو النبات الذي ينبت في الصحراء ونبات ينبت في وسط ضفاف النيل، أيهما أقوى؟ النبات الصحراوي. النبات الصحراوي أقوى ويتحمل أشد. يعني لو منعت عن النبات الصحراوي المية شهر، النبات صاحي حي زي ما هو مفيش أي مشاكل. لكن تعال بقى عند وادي النيل، امنع المية شهر أسبوع، تبص لا، النبات نفسه لا يتحمل. النبات لا يتحمل. فالذي ينبت وقت الشدة لا شك أنه يكون أقوى وأصلب وأمتن. ولذلك كان مكة كان فيها شدائد وكان فيها صعاب، فكان ينبت فيها نبت قوي. كان الصحابي يخرج ويسلم ويتخفى بإسلامه ويذهب إلى دار الأرقم ليتعلم، ويخرج ويؤذى ويذهب مرة أخرى إلى دار الأرقم ويتعلم. يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصدع بالقرآن في صحن مكة ويؤذى ويرجع تاني يكمل. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يخرج وسط مكة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويضرب حتى يقول، هو يقول فضربوني حتى أموت.